أبنت حسينية البكاي شهداء مسجد الإمام الصادق عليه السلام من أسر الخواجة والصالح والفيلي، وأكد الحاضرون في المجلس على أهمية تخليد ذكرى شهداء الكويت الأبرار، داعين إلى ضرورة توحيد الصف الكويتي في وجه الفتن الطائفية. أقامت حسينية البكاي مجلس عزاء تأبيني لشهداء مسجد الإمام الصادق عليه السلام من أسر الخواجة والصالح والفيلي، بمشاركة شخصيات دينية وعدد من أبناء الشهداء وذويهم. بين أهلنا يا حلات الذكريات، ويا حلات الجمعة لما نجتمع، يا حسافة تصير جمعتنا وداع، كم حبيبي روح منا وننفجع. المشاركون في التأبين استهلوا المجلس بقراءة سورة الفاتحة والدعاء للشهداء الأبرار، وأكدوا على أهمية إحياء ذكرى شهداء الكويت الذين راحوا ضحية تفجير إرهابي غادر، طال المصلين في شهر الصيام وفي يوم الجمعة المبارك. صايمين ويصلون الجمعة ويزيلون الذنوب، بس اللي فجر، بس اللي فجر كافر وما عنده عقل. ودعا الخطيب الحسيني ملا الياس الدرازي الى اهميه السير على طريق الشهاده اقتداء بسيد الشهداء الامام الحسين بن علي عليه السلام، مؤكدا ان شهداء الصلاه نالوا منزله عظيمه ولاقوا ربهم وهم ساجدون. وشهد مجلس العزاء قصائد رثاء للشهداء القاها شعراء من الكويت ومملكه البحرين.